السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سلام الله عليكم اخواني متابعي قناة دروس تقنية المعلومات، مرحبا بكم، سعيد جدا بلقائكم، التواصل معكم مرة اخرى في هذه الحلقة الجديدة والتي ستكون بعيدة جدا عن ما ألفنا تقاسمها في هذه الأيام السابقة حول البرامج المكتبية الخاصة أو المنتجم شركة مايكروسوفت. أتحدث عن إكسل، وورد وباوربوينت. هذه المرة أحب أن أتقاسم معكم أمر آخر، هو برامج صغير جدا يقوم بعلاج أو معالجة يقوم بمعالجة مشاكل كثيرة يواجهها جهاز الكمبيوتر، خاصة لذوي الأجهزة الضعيفة والمتوسطة، بحيث يعطيها قدرة على الاستجابة السريعة للأوامر التي تطلبها من جهاز الكمبيوتر، وخاصة لمحبي ألعاب الفيديو على جهاز الكمبيوتر. هذا البرنامج يقوم بتقوية كرت الشاشة بحيث تستطيع أن تجرب الألعاب التي تحتاج إلى إعدادات متقدمة وقوية نوعا ما، عادة لا يستطيعوا أن يستمتع بها سوى أصحاب أجهزة كمبيوتر قوية جدا. لكن كل تلك المشاكل التي واجهتها عندما حاولت تشغيل لعبة ما على جهاز كمبيوتر، لعبة فيديو ما أقصد، ستختفي بإذن الله بعد تجربتك لهذا البرنامج. وفي نفس الوقت سيقوم بتحسين جودة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سواء المعالج أو الرامات أو باقي الأجهزة التي يعتمد عليها الكمبيوتر في أداء عمله. إذن الموقع الذي سنحصل منه على هذا البرنامج هو التالي، طبعا هذا هو الموقع، سيكفي، ستجدون الرابط أسفل الفيديو لمحاولة الحصول أو تنزيل هذا البرنامج من خلال الضغط على تيلي شارج. أنا سبق وأن قمت بتنزيله. هو يعتمد على تقوية تقنية الـ FPS، أمبر FPS الخاصة خاصة بالألعاب. طبعا إذا استطاع جهاز كمبيوتر أن يشغل لعبة حديثة تحتاج إلى كونفيغوراسيون أوت نيفو أو إعدادات متقدمة، فهو بالتالي لا شك قادر على تشغيل البرامج العادية جدا التي نشتغل عليها عادة، البرامج المكتبية المعروفة، واستجابة للأوامر التي أمر بها أو يقوم بتنفيذها بشكل أسرع وبجودة عالية. طبعا هذا هو الموقع، او سأرفق معه موقع اخر من موقع الميديا فاير، ساقوم برفع هذا البرنامج حتى على الميديا فاير حتى يسهل لمن اعتاد على تنزيل البرامج من الميديا فاير، لانه سهل ومحبوب لدى الجميع. اذا الان قمت بتنزيل هذا البرنامج، هو امبر اف بي اس، ساقوم بازالة الضغط عنه ب الضغط على زر الفأرة الأيمن، ثم اتجاه إلى إكستخير إيسي، ثم سنجد أن البرنامج سيوجد هنا. جيد، الآن حصلنا على البرنامج، نفتح الملف. إذن هذا هو البرنامج أمبر FPS.exe. إذن نضغط زر الفأرة الأيمن ونقوم بتشغيله باعتبارك إكزيكوتي أون دون كادمينستراتور، باعتبارك مالك الجهاز. نضغط في هذه الأيقونة، ثم يقول أن من الأفضل أن تقوم بإنشاء نقطة استعادة النظام في حالة لم يعجبك أو في حالة حدث خلل ما يتعلق الأمر خاصة بانقطاع الكهرباء المفاجئ في حال أثناء تصطيب هذا البرنامج أو عمله، فنقوم بوضع أو إنشاء نقطة نظام حتى نعود إليها ونستعملها في العودة بجهاز الكمبيوتر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع المشكل، خاصة نتحدث عن انقطاع الكهرباء أثناء تنصيب هذا البرنامج أو أي برنامج آخر. أنا أنصح بإنشاء نقطة استعادة النظام أثناء تجربة أي برنامج جديد على جهاز الكمبيوتر، أقصد قبل تجربة أي جهاز. إذا نضغط أوكي، فبعد الضغط على أوكي ستظهر نافذة. الآن أنا قمت بإنشاء نقطة استعادة النظام قبل قليل، لذلك لن أكررها ولكن سأشرح الطريقة. إذن عند ظهور هذه النافذة نختار القرص الذي به النظام، عادة يكون ويندوز سي، أنا أسميها عادة ويندوز. إذا هذا نقوم باختياره، ثم الضغط على كخي، بمجرد الضغط على كخي سيطلب منك إعطاء نقطة النظام التي تريد إنشاء اسما، أي اسم تتذكره في المرة القادمة عندما تريد استعادة نظام جهاز الكمبيوتر في التاريخ قبل تنصيب هذا البرنامج. إذا أنا لا أقوم بذلك، لو أنني وضعت هنا اسما وضغطت على كخي سيقوم بإنشاء نقطة نظام، لأنني قمت بذلك قبل دقائق فقط
فلن أكرر المسألة. أنا أنصحك بأن تقوم بذلك حتى تتجنب أي مشكل يحدث بعد تنصيب هذا الجهاز أو هذا البرنامج، وقد يحدث مشكل إذا انفصل الشاحن أو جهاز الكهرباء أو تيار كهربائي عن الجهاز. إذا نضغط أنيولي، إذا ظهر البرنامج. هذا هو البرنامج. يكفي الآن هنا أن تضع الرقم الموجود هنا، الرقم الأول 1، ثم رقم 2، ثم رقم 3. ثم إذا أردت إلغاء كل ما ستقوم بإضافته إلى جهازك من خلال رقم 1 و2 و3، يكفي أن تضع رقم 4 وتضغط OK أو Entry في لوحة المفاتيح، فيعود الجهاز وكأنك لم تقم بتنصيب هذا البرنامج أصلا. إذا أول ما سنقوم به هو كتابة رقم 1، فيقوم بهذه بمجموع الأوامر هذه. إذا سأضغط Entry، لاحظوا، إذا سأخرج من هذه النافذة. لوبيراسيون أ ريوسي، إذا قام بالمهمة وهي إعادة المعالجة لأوامر النظام الموجودة داخل جهاز الكمبيوتر. إذا سأزيل اللو، هذا فقط أنتي فيروس كان يمنع البرنامج من أداء عمله، طبعا أوقفته، فاستمر البرنامج في أداء عمله. دائما سأضغط على Do not remind me، إذا سأضغط اللو حتى يستمر البرنامج بالعمل. إذا كان مكافح الفيروسات موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بي وهو الذي يمنع البرنامج من أداء عمله، إذا لم يكن نفس هذا مكافح الفيروسات 360 Total Security متطبعا على جهازك فلن تظهر لك هذه الشاشة. إذن دائما أنا سأكون مضطرا للضغط على اللو للسماح لهذا البرنامج بأداء عمله، الذي أنا أتقاسم معكم طريقة اشتغاله الآن. إذا أنا مضطر دائما للضغط على اللو أو سأوقف عمل هذا البرنامج. إذا أوقفت برنامج مكافح الفيروسات حتى يتمكن البرنامج الآخر الذي نحن بصدد تقاسم طريقة اشتغاله حتى يتمكن من أداء عمله. إذا ننتظر إلى أن ينتهي من جميع العمليات ثم نتجه لاختيار رقم 2. إذا هو يقوم بمجموعة من العمليات لإعادة ترتيب الريجستري الخاص بالبرنامج. إذا you need to restart your PC، يقول أنك في حاجة إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بما إطفائه وإعادة تشغيله. نحن لن نقوم بذلك الآن حتى ننتهي من الأرقام الأخرى 2 و3. إذن سنقوم بإزالة هذا الخيار. الآن هنا نكتب، الآن قام البرنامج بمعالجة الريجيدي الموجودة على جهاز الكمبيوتر. الآن سنختار رقم 2 ونضغط Entry. جيد، الآن قام ب clean files، قام بتنظيف الروابط الموجودة على جهاز الكمبيوتر. أهمها في هذا البرنامج والسبب الذي جعلني أتقاسم معكم هذا البرنامج وهو الثالثة أو الإمكانية الثالثة، وهي apply booster، وهي تقوية جهاز الكمبيوتر حتى يتمكن من تشغيل الألعاب المستعصية أو التي تحتاج إلى قدرات كبيرة على جهاز الكمبيوتر. إذا سنكتب رقم 3 ونضغط Entry. لاحظوا هو يقوم الآن بإدخال بعض الأوامر حتى يتمكن جهاز الكمبيوتر من تشغيل الألعاب الصعبة. You need to change. You need to restart your PC for change to take effect. إذا لتستفيد من نتائج تشغيل هذا البرنامج لابد من إطفاء جهاز الكمبيوتر وإعادة تشغيله مرة أخرى. وستلاحظ في نهاية هذا، طبعا أنا سأقوم بإغلاق هذا البرنامج لأنه لا حاجة لنا به الآن. طبعا أذكر أنك إذا لم تكن راضيا عن ما تقدمه لك هذه الخدمات الثلاثة، يمكن كتابة رقم 4 هنا مثلا والضغط على Entry، فيقوم بإلغاء كل التغييرات التي أدخلتها على جهاز الكمبيوتر من خلال الوظيفة الأولى والثانية والثالثة. طبعا لن أقوم بذلك ولا أنصحك بالقيام بذلك. نقوم بإطفاء جهاز هذا البرنامج والخروج منه. كل ما عليك الآن وهو الذهاب إلى Start هنا في الأسفل،
ثم الذهاب إلى معرض الآغي وتقوم ب وتجاوب جهاز الكمبيوتر الروابط في أسفل الفيديو وأضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.